لكن بما اننا بنتكلم على جنوب افريقيا، بما ان رئيس الاتحاد الافريقي هو موتسيبي، كان وعد عندما كان يتولى او قبل توليه رئاسه الاتحاد الافريقي ان يكون الفار متواجد في كل المباريات. بصفتك رئيس رابطه الانديه الافريقيه، عايزك تقول لي اهميه الفار في دور المجموعات الحقيقه، لان احنا حتى هذه اللحظه دور المجموعات لا يوجد به فار، ودي حاجه صعبه جدا. تخيل حضرتك لو مباراه الاهلي ويانج افريكانز هي مباراه حاسمه لاحد الفريقين وبدون فار، هل ده طبيعي في هذه القاره الكبيره الافريقيه المحترمه؟ أعتقد أن حينما بدأنا مناقشات حول الفار قلنا أننا نريد أن نتحدث أكثر عن الفار. الفار مهم لكل الفرق وليس فقط للأهلي أمام الماميلودي أو يانج أفريكانز، ولكن أمام كل الفرق. هذا يضمن عدالة في كرة القدم في القارة. ولكن بالنسبة لدور الأبطال نظرنا إلى البلاد وكيف سيكون الفار متاحا في كل البلاد. الكاف قد أهل البطولة الحالية لتكون مؤهلة لاستخدام الفار، أعتقد أنها سيكون في البطولة القادمة. أعرف أن الخطة وأعرف أن الكاف لديه القدرة أن يطبق نظام الفار من مرحلة المجموعات، وإذا لم يكن في مرحلة المجموعات سيكون في الأدوار التالية. أنا واثق في أن الكاف سيعرفون ماذا يفعلون، وبالنسبة لاتحاد أندية أفريقيا نريد أن نرى الأندية الأفريقية في أفضل مستوياتها، ونريد أن نرى تطبيق الفار في مرحلة المجموعات وأيضا في ربع النهائي وقبل النهائي وفي النهائي. أعتقد أن الكاف صادق في هذه النية. نصحنا الكاف كاتحاد أندية بأن يطبق الفار في كل البطولات وفي كل المراحل. هل ده من الممكن أن يحدث قريبا؟ لا أعتقد ذلك. ربما لنكون إيجابيين لنرى الفار في المرحلة القادمة في مرحلة المجموعات وليس قبل ذلك. وليس قبل مرحلة المجموعات، ولكن حتى في مرحلة المجموعات هل من الممكن أن نرى ده قريب؟ نعم ستكون في مرحلة المجموعات. الآن طبقناها في مرحلة ربع النهائي، فبالتالي أنا متأكد إذا رجعنا إلى نقاشاتنا سنراه في مرحلة المجموعات. سيكون خلال عامين على ما أعتقد. إيه اللي بيعيق الاستخدام الفار؟ أعتقد أنه هو شيء من يعني مش من السهل، ولكن حاجة مهمة أن هي تبقى موجودة. أنا أتفهم تماما. الفار مهم جدا، ولكن لنرى آلية تطبيق الفار في كل الاستادات ليستطيع أن يلف في كل الاستادات حول القارة. فبالتالي لست متأكدا إذا كان الاتحاد الأفريقي قادر على إدارة الفار في كل البلاد ومع كل هذه الإمكانيات. وأيضا نريد مساعدة المسؤولين ليساعدونا في تطبيق تقنية الفار، وليس هذا وهذا متوقف على العمل البشري كذلك، ولا أعتقد أن هذا قادر أن الكاف قادر على تطبيقه في كل المباريات. فبالتالي ليس في هذا الموسم، ربما مرحلة المجموعات في الموسم المقبل سنرى الفار. أنا أريد أن نراه في الأدوار التمهيدية، ولكن لنطبقه بالشكل الأفضل لنعالج هذه المشاكل أولا.